حملة تضامنية لفائدة الأشخاص بدون مأوى بمستغانم وبمشاركة كل أطياف المجتمع من جمعيات ومؤسسات اجتماعية وكذا تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي. ومنذ أكثر من 23 سنة يشارك في هذه المبادرة عميب عبد الله رغم كبر سنه بكل عزم وإخلاص لهذه الفئة. العملية تقريبا يزيد على 23 سنة من العطاء في هذه المؤسسة الإنسانية. هي كاينة قاعدة، احنا مسلمين ومؤمنين، كما تحب نفسك تحب لغيرك. وتكون على يد عميب عبد الله العديد من الشبان الذين اختاروا هذا العمل الإنساني ليتفقدوا ويزوروا كل شخص بدون مأوى ليصبحوا أصدقاء لهم بعد فترة. متطوع في الهلال الأحمر الجزائري منذ 2014. الحاج بو عبد الله بن مسطورة تعلمنا منه بزاف، رانا ديجا راني من 2014 معاه. أي حاجة في العمل الخيري نشاوروه باسكو ديجا راه كفاءة في العمل الخيري، راه ديجا فايت 20 سنة راه في هذا العمل في هذا الميدان، تعلمنا منه بزاف صوالح. عمي بو عبد الله يبقى مثالا للعمل الإنساني في مستغانم لدرجة أنك ترى إخلاصه وتأثره بهذه الفئة في أعينه عندما تذرف الدموع والحسرة عليهم.